حلقة اليوم بإذن الله تعالى سوف تكون عن الإحرام والمواقيت ومحظوراتها. نرحب مجددا بضيفي الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم وعضو اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية بالحج. أهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياكم الله. دكتور خالد، أمس انتقلنا أو شرحنا عن الأنساك الثلاثة وشرحها شرح مفصل وأيتها أفضل وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي دائما بداية اختيار الحاج عندما ينوي الحج أن يعرف ماذا يختار من النسك. صحيح. اليوم بإذن الله تعالى سننتقل مع الحاج إلى الإحرام والمواقيت ومحظورات الإحرام. نبدأ بمفهوم الإحرام إن حبيتم ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولا يقبل من العمل إلا ما كان على هدي خير الأنام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لهذا يجب على كل مؤمن في كل عبادة دقيقة أو جليلة، صغيرة أو كبيرة، أن يسأل نفسه سؤالين. لمن أعمل هذا العمل؟ وهذا يتعلق بالإخلاص. وكيف أعمل هذا العمل؟ أي من الذي أقتدي به في هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد ترجم كل ما في القرآن وكل ما يجب المؤمن أن يعلمه في شرع الله عز وجل بينه صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، حتى كان يقول لأصحابه في صلاة في شأن الصلاة مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولعلي لا أحج بعد حجتي هذا. فالهدي يؤخذ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من أخباره، وقد حفظ الله سنته بنقل أصحابه رضي الله عنهم، ومحافظة الأمة على هذا المنقول قولا وعملا في دواوين السنة كالبخاري ومسلم والكتب الستة وما كتبه للعلم في مناسكهم بيانا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للحاج أن يتعلم كيف يحج، أن يخلص لله في القصد والطلب والعمل، وأن يتعلم كيف يحج. صحيح. الإحرام، ما هو الإحرام؟ الإحرام مأخوذ، نأخذه لغة. نعم، في اللغة. أحب اللغة أنا. طيب، أحسنت. مأخوذ من حرم الشيء إذا منع. نعم. فالحرم هو الشيء الممنوع المصون المحفوظ، ولذلك يقال مثلا في مكة الحرم لأنها محرمة. ممنوعة، ويقال الأشهر الحرم لأنها محفوظة ممنوعة. وحتى في الاصطلاحات المستعملة الآن يسمون الحرم الجامعي، يعني المقصود السياج الذي والحدود التي تشمل الجامعة وما أشبه ذلك. نعم. فالمقصود بالحرم هو الشيء الممنوع والمحفوظ، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، هكذا قال جماعة من أهل العلم. ومعنى نية الدخول في النسك نية التزام أحكام الإحرام. نعم. وقال آخرون الإحرام هو الدخول في النسك وليس النية، ليس النية فقط بل هو الدخول العملي في النسك. نعم. وذلك أن الإنسان إذا جاء مثلا من أي بلد في الدنيا يريد الحج قبل أن يصل إلى الميقات، هو ناوي أو ليس ناويا العمرة أو الحج؟ شخص جاء بنية. من الرياض مثلا. نعم. جاء من الرباط، جاء من أي دولة، أي دولة. نعم. بالطائرة قبل أن يصل الميقات، جاء لماذا؟ هو جاء للحج أو للعمرة، لكن هو لم يلتزم أحكام الحج والعمرة، ولذلك لا يسمى محرما، إنما يحرم إذا التزم أحكام الحج والعمرة. ولذلك الصحيح في تعريف الإحرام بأنه الدخول في النسك وليست النية، وليس مجرد النية. ولذلك من العلماء من يقول النية مقرونة بقول أو عمل وليس النية فقط. صحيح. لأن الإنسان اللي خارج من بلدي، أنا جاي من الرياض مثلا، جاي من أبها، جاي من تبوك، أريد عمرة، من خروجي وأنا أريد العمرة واستوقفني أحد ورايح أقول رايح لمكة لأجل العمرة، لكن هل هذا إحرام؟ الجواب لا، الإحرام هو نية مع عمل. نعم. وهو العمل المتعلق بالإحرام وهو الدخول في النسك. نعم. التزام أحكام الإحرام. أحكام الإحرام بإيش؟ أحكام الإحرام بالتزام الواجبات. نعم. والامتناع عن المحظورات، أو أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا باللفظ، فهنا يكون نية اقترنت بقول أو اقترنت بعمل. الآن كثير من الناس عندهم لبس في موضوع الإحرام. صحيح. أي عندهم اشتباه في موضوع الإحرام، من حيث أنه يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، فإذا لبس
إزار وهو ما يغطى به أسفل البدن، نعم. أو الرداء وهو ما يغطى به أعلى البدن، يرى أنه دخل في النسك. قال أنا محرم، وهذا يعني خطأ في الفهم. ليش؟ لأنه هذا اللباس كان معتادا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. لبس الإزار ولبس الرداء بهذه الصورة كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الناس العادية، فلم يكن شيئا يختص الحج والعمرة مثل الآن. يعني يعني أنا أقول مثلا إخواننا في اليمن، صحيح. يلبسون وزرات، وزر صحيح. والوزرات شيء لباس عادي معتاد عندهم، نعم. وهذا جزء من الإحرام، من اللبس صحيح. فهل يكون بمجرد لبس الوزرة أنه دخل في النسك؟ الجواب لا، لأن هذا اللباس لا يغير. أنا الآن أستطيع أن ألبس إزارا ورداء وآتي البرنامج أو أمارس أي نوع من النشاط التحرك، لا أكون محرما إلا صحيح. بعقد النية في القلب التي يوافقها التزام بالأحكام أو تلبية أو عمل كما ذكرنا قبل قليل في حقيقة الإحرام. إذن ليس الإحرام بالصورة، ليس يمكن الآن أن أحرم بأن أقول لبيك عمره ناوي الدخول في النسك، أنا الآن محرم حتى لما يكون علي إزار ورداء. إذا دخلت في النسك وقلت لبيك عمره وأنا علي هذا الثياب، نعم. صح إحرامي، لكن يجب علي فورا أن أتخلى عن محظورات الإحرام، اللباس وما إلى ذلك مما يمنع منه المحرم. إذن انفك الارتباط بين صورة لبس الإزار والرداء وبين الإحرام. الإحرام قد يكون مثلا، أضرب مثال، فضل. شخص في الطائرة وفتش عن ملابس الإحرام لم يجدها، مين موجودة معه في الشنطة في العفش، هل يمكن أن يحرم؟ نعم يمكن أن يحرم. يقول لبيك عمره ويتخلى عن كل شيء يمكن أن يتخلى عن من لباسه. طبعا لا يمكن أن يخلع السراويلات، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، فيخلع غطاء الرأس ويخلع الثياب إذا كان يمكنه ذلك. ولو أحرم قال له والله أنا أستحي أني أخلع ثيابي قدام الناس، فنقول لا بأس وعليك الكفارة لأجل أنك ما خلعت ما يجب خلعه، صحيح. لكن أن دخلت من نسك بمجرد نيتك، وهذا حصل مرة من المرات، كنا في سفر وجاء محرم أو جاء من يريد العمرة يقول أنا ثيابي مهب معي تحت نسيتها إحرامي، يعني ثياب الإحرام الإزار والرداء، ماذا أصنع؟ هل أحرم؟ كثير من الحجاج يتصور أنه ما يمكن يحرم إلا بإزار والرداء، وبالتالي تجده يتجاوز الميقات لأنه ما عنده إزار وريدة ويعود إليه، لا ما يعود. بعضهم يقول خلاص أحرم من جدة، ما يمكنه العودة، أو بعضهم يعود، لكن كثير منهم يقول خلاص بما أنه ما معي إزار وريدة فأنا أحرم من 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 جدة، نعم. لما ألقى الثياب، وهذا غلط، هذا يعني يجب به دم. إذا فعل هذا يكون تجاوز الميقات، ميقات، نعم. ويجب على ذلك لحظة بس أنا أبين يجب عليها إيش؟ يجب عليها دم لأنه تجاوز الميقات، نعم. في حين أنه لو لبى بثيابه وأحرم ولو كان عليه الثياب المعتادة ما كان عليه دم، يعني غاية ما هنالك، إما أنه يستطيع أن يتخلى عن هذه الثياب أو لا يستطيع. إذا كان يستطيع أن يتخلى عن هذه الثياب ولم يتخلى فعليه واحد من ثلاثة فدية، إما صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو فدية شات، يعني يخير بين واحد من ثلاثة، نعم. هناك لا، يجب فيما إذا تعدى الميقات يجب دم، ما فيه خيار بين ثلاثة أمور. أما إذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء، نعم. واضح؟ إذا كان لا يستطيع ما عنده إلا مثلا هو تخلى من كل شيء إلا السراويلات مثلا، طبعا. ففي هذه الحالة ليس عليه شيء، وبالتالي أنا أقول الإحرام هذه النقطة مهمة لأنه يقع فيها لبس عند كثير من الناس، يتصور أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، وهذا لا علاقة له بالإحرام مباشرة، إنما الإحرام يكون بالدخول في النسك أو بنية الدخول في النسك مرافقة لقول أو عمل، قول لبيك اللهم لبيك، عمل أن 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 يلبس أو أن يقلد هديه إذا كان معه هدي. ما هو الإحرام بصورة أسهل يعني؟ طيب. الإحرام هو الدخول في التحريم، ممتاز. وهو أن يمتنع الإنسان عما يمتنع منه المحرم من محظورات الإحرام، وأن يرافق ذلك نية قلبية، ممتاز. الإحرام نية الدخول في النسك مع قول أو فعل، مع تلبية أو فعل
يتعلق بتهيؤ للدخول في الإحرام بالتجرد عن اللباس وما إلى ذلك. يعني يعتبر التجرد عن اللباس هو جزء من النية، جزء من العمل، جزء لكنه ليس ضروري، بمعنى أنه لو كان معه لباس ولبى مثل ما مثلنا قبل قليل ونوى الدخول في النسك والامتناع، عند ذلك يكون محرما. ممتاز. إذا مفهوم الإحرام إن شاء الله نوصل للأخوة المشاهدين. أيضا نعود الآن مرة أخرى إلى مواقيت الإحرام بعد أن يحرم الحاج أو ينوي أو يلفظ كما ذكرت بقول أو فعل، نأتي إلى مواقيت الإحرام الشيخ هادو لحبيت تصلنا هي. طيب، المواقيت جمع ميقات. نعم. وهو مأخوذ من التوقيت، ذلك أن الله تعالى جعل الحج موقتا بوقت، ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله عن الأهلة يسألونك عن الأهلة فماذا كان الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الأهلة من مواقيت الحج، يحسب بها متى يكون الحج، بالهلال، والله عز وجل بالهلال، والله عز وجل بيّن أن الحج من حيث الوقت له زمان، فقال الحج أشهر معلومات، وهذا ما يعرف بالمواقيت الزمنية. نعم. لأن المواقيت الزمنية تتعلق بزمان، وهي ثلاثة أشهر أو ثلاث أو شهراء أو شهران وعشرة أيام على قولين بين العلماء. ما هذه الأشهر؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة عشر منه أو كاملا كما قال الإمام مالك. ممتاز. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية. إيش فائدة المواقيت الزمنية؟ أنه لا يحرم بالحج قبلها. فمثلا شخص جاء في رمضان قال لبيك حجا، نقول له ما جاء وقت الحج. نعم. تحلل من هذا بعمره، اعتمر وتحلل، وإذا جاء أشهر الحج أحرم بالحج. هذا في قول جمهور العلماء. طيب شخص قال لا أنا بستمر، شأنه، يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني لكنه خلاف السنة، ويجب والمشروع له أن يتحلل بعمره. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. القسم الثاني من المواقيت، المواقيت المكانية. المواقيت المكانية شيخ معلش، المواقيت الزمانية سألت مقاطعتك، المواقيت الزمانية إلى يوم ثمانية ذي الحجة أو إلى تسعة يستطيع أن ينوي، يحرم إلى وانتهى وقت عرفة، يوم يعني عرفة، يعني نعم يوم عرفة، مو في اليوم، حتى في الليل. مثلا شخص أحرم بالحج من أهل جدة، أيه؟ الساعة 12 في الليل من يوم من ليلة النحر. نعم. قال والله أنا ودي بالحج ونوى لبيك حجا، وأدرك الوقوف بعرفة، بعرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر، يكون قد أدرك الحج. ممتاز. لأن الحج عرفة. صحيح. فهو ركنها الأعظم. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية. المواقيت الزمانية. المكانية. أما المواقيت المكانية، فمواقيت المكانية هي الأماكن المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم الناس منها. هذه المواقيت مواقيت محددة، فليس لأحد أن يقترح. يعني أنا ما لي إني أجي وأقول بحر ميقات، أو أجي وأقول مثلا المكان الفلاني ميقات، لأنه من أي مكان؟ كون ما ميقات فلا بد من نص نبوي، ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة لأهل المدينة. ممتاز. والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد. هذه أربعة مواقيت جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذات عرق موقف كنت حسلك على ذات عرق، ذات عرق ميقات لأهل العراق، لأهل العراق اختلف العلماء هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد عمر، لأنه في الصحيح صحيح البخاري أن أهل المشرق جاءوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن قرنا جور عن طريقنا، يعني ما يعني في طريقنا مائل علينا، لما نجي لمكة ونريد الإحرام نروح القرن بعيد عنا، نخرج عن المسار المعتاد في سيرنا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا فإذا هي ذات عرق فأحرموا منها. اختلف العلماء هل هذا باجتهاد من عمر التوقيت ذات عرق، أو أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. أيوة. هذا قبل أن يدخل أهل العراق في الإسلام أو تفتح العراق. نعم. وهذا من 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 بشائر انتشار الدين قبل أن ينتشر. عرفنا أنه الآن المواقيت توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموقت منها خمسة، الجحفة وهي المعروفة الآن بذي الحليفة،
نعم. ميقات ذي الحليفة. ميقات أهل المدينة ذي الحليفة والمعروف يسمى بهذا الاسم أبيار يسمى علي. أبيار علي في بعض وذلك أن علي رضي الله عنه حفر فيها أبارا للسقاية. الجحفة ميقات أهل الشام وهي معروفة الآن وقد بني فيها مسجد ليتهيأ الناس للإحرام وهي قريبة من رابغ. في الطريق السابق كانوا الناس يعني يذهبوا يعني ليست في طريقهم فقد يذهبون إليها ويقصدونها ومن الناس من يحرم من رابغ لأن رابغ حذو الجحفة وفي طريق المدينة القديم. ممتاز. القسم الميقات الثالث قرن المنازل. قرن المنازل وهو معروف وهو ما يعرف بالسيل الآن وهو ليها النجد. ممتاز. ويوازيه ما يعرف بوادي محرم الآن في الذي يأتي إلى مكة من طريق الهدى. نعم. الحقيقة من أهل العلم من يقول إن هذا امتداد قرن المنازل. نعم. امتداد نفس الوادي وبالتالي هو محاذي له وإن سمي وادي محرم لأن الناس يحرمون منه. ممتاز. لكنه امتداد له. الثالث من المواقيت يلملم وهو ما يعرف الآن بالسعدية وهذا ميقات أهل اليمن ومن يأتي من جهة الجنوب. نعم. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ما عليها طريق الآن لكن في الطريق الجديد الذي يأتي إلى مكة من جهة القصيم يبنى الآن ميقات وفي في في ذات عرق التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد عمر فوافق اجتهاد عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذات عرق الصحيح أنها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر اجتهد فكان توقيته واجتهاده موافقا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وادي المحرم ونفس الفكرة وادي محرم الآن يا أخي الكريم هذه المواقيت ما فائدتها؟ نعم. حتى نعرف مسألة المحادثة أو ما المطلوب. المطلوب بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت في حديث ابن عباس قال هن لهن أي هذه المواقيت لهن الضمير يعود إلى أهل تلك الجهات. ممتاز. هن أي هذه المواقيت لهن أي لأهل اليمن ولأهل نجد ولأهل المدينة ولأهل الشام. ممتاز. ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غير أهلهن يعني شامي جاء من طريق نجد يماني جاء من طريق المدينة. تمام. هؤلاء لا يلتزمون أن يذهبوا إلى ميقاتهم. إلى مواقيتهم الأصلية بل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة وبالتالي كل من أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت يجب أن يحرم منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لمن أراد الحج والعمرة من يأتي هذه المواقيت فيحرم منها. طيب من لا يأتي إليها إنما يأتي من طريق الجو مثلا أو يأتي من طريق ليس فيه ميقات إنما يمر بغير ميقات ماذا يفعل؟ يحرم من حذو أقرب ميقات إليه. ما معنى حذو؟ ما معنى المحاذاة؟ لما قال لهم لما قال لأهل العراق انظروا إلى حذوها من طريق ما المراد بالمحاذاة؟ المحاذاة هو حساب المسافة ما بين الميقات الأصلي وبين مكة. فمثلا ذات عرق حذو قرن المنازل كم ما بين قرن المنازل ومكة 80 كيلو أو نحو ذلك وبالتالي اللي سيحرم من محاذاة قرن المنازل يحرم من مسافة 75 كيلو من مكة. ممتاز. إذن المحاذاة معناها هو حساب المسافة من الميقات إلى الحرم. من الميقات إلى الحرم وبالتالي إذا جاء شخص من الطريق قريب مثلا من ذي الحليفة لكنه ما مر بذي الحليفة. ممتاز. ينظر إلى طبعا المسألة تقريبية. أيوة. إلى المسافة ما بين ذي الحليفة إلى مكة ويحرم من المسافة منه إلى ذي الحليفة من مكانه من طريقه إلى إلى مكة وبهذا يتحقق المحاذاة. يعني ليس الحد مقصود به محاذاة نفس الميقات محاذاة المسافة إلى الحرم. في نوع من الخلاف بين الفقهاء في تفسير معنى المحاذاة لكن أكثر الفقهاء على أن المحاذاة تتعلق بالمسافة ما بين أقرب ميقات إلى الحرم وهذا الذي عليه أكثر العلماء وهو بمعنى المسامتة. طبعا من يأتي بالجو سيمر بحذو المواقيت قد لا يمر عليه وأنا أقول اللي يأتي بطريق الجو ينبغي أن يحرم مبكرا حقيقة لأنه مسألة المحاذاة
لما يقول لك نحن على الان على مقرب من هذا المساله كلها هذه طائره تمشي تمشي يعني بصوره صحيح. ولذلك صحيح. بعض المعتمرين او الحجاج اذا قال نحن في محادثه الميقات دور احرامه حتى يلبس الافضل ان يحرم يعني المفترض ان يتهيأ قبل لانه واذا كان ولا بد يعني انسان تفاجأ قالوا له نحن في محادثه الميقات ماذا يفعل؟ يقول لبيك عمره او لبيك حجا وهو عليه ملابسه ويبدأ بنزع الملابس ويلبس إحرامه. أما أن يعني يقول اصبر حتى هذا يرجع للقضية صحيح. مفهوم الإحرام. نعم الذي لا يملك مثلاً اللباس. نعم يعني هو يجب عليه أن يحرم من الميقات فلا يؤخر الإحرام من الميقات. إذا عرفنا إنه من مر بهذه المواقيت يجب عليه أن يحرم منها. نعم. ومن لم يمر عليها سواء كان مشيئه من طريق البر أو من طريق الجو فيحرم من محاذاتها لكن فيما يتعلق بالجو ينبغي المبادرة بالإحرام بالتهيؤ للإحرام قبل المرور بها ممتاز. من تجاوزها من تجاوزها نسيانا أو خطأ من تجاوزها نسيانا أو جهلا وجب عليها أن يعود إليها ويحرم منها وجب إيه طبعا يجب أن يعود إليها ويحرم منها وإن كان بين يديه ميقات فلا بأس أن يحرم من الميقات الذي بين يديه فمثلا شخص لما وصل على وهذا يحصل كثيرا ويسأل عن ما يعرف الميقات وجاء من طريق المدينة وتجاوز الميقات يوم بقى على مكة 100 كيلو قال ها وين الميقات الميقات وراك ب 200 كيلو أو أكثر فهنا يقول العلماء الواجب عليه أن يرجع والذي يعني الذي عليه أكثر العلماء أنه يرجع إلى ميقاته الذي أتى من المدينة مر عليه ويحرم منه وهنا قول وهو مذهب الإمام مالك أنه يحرم من الميقات أم من أي ميقات يتيسر له وبالتالي نقول اذهب إلى السيل اذهب إلى قرن المنازل أقرب أو الجحفة إذا كانت قريبة وأحرم منها وبهذا يكون قد أدى ما عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو عمره وهذا أيسر وأسهل وهو له وجه وبه قال الإمام مالك واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول من حيث الأدلة يعني واضح أنه دلالة الدليل على صحة مثل هذا الإحرام بينه لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمره إذن الآن هذا بالنسبة لمن كان خارج مواقيته مر عليها أو مر في حذوها يجب أن يحرم منها ومن تجاوزها يجب أن يرجع إليها أو يحرم من أقرب ميقات إليه على قول بعض أهل العلم ولا حرج فيه من كان دون هذه المواقيت ومثله أهل جدة الذين جاء السؤال عنهم أو أهل بحرة أو أهل قديد وعسفان الذين والقرى والمدن دون المواقيت اللي ما بينهم بين مكة ميقات استمع. هؤلاء ماذا يصنعون يحرمون من أماكنهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ يعني من حيث ابتدأ نية الحج والعمرة فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من يحرمون من مكة يهلون من مكة حتى أهل مكة في الحج ما يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى حل أو إلى ميقات بل يحرموا بالحج من مكة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحرم أهل المواقيت وكيف يحرم من كان دون المواقيت وكيف يحرم من كان داخل الحرم قلنا عند من يحرم من مكة وهم أهل مكة نعم. وتبين لنا من خلال هذا أن المواقيت محددة وأنه ينبغي الحرص على فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإحرام من تجاوز ما يجب عليه سواء كان من أهل المواقيت أو من كان من دون أهل المواقيت يعني من كان دون المواقيت فإنه يجب عليه شاة إذا ترك الإحرام من الميقات في قول عامة العلماء طبعا لما نقول يجب شاة كثير من الناس يظن المسألة اختيارية يعني إن بغيت إن أردت أن تحرم من الميقات فلك وهذا المطلوب وإن شئت أنك تترك الإحرام من الميقات وتحرم من أي مكان فأنت زي ما فعل ولد أم محمد وهذا غلط ليش؟ لأن المسألة ليست تخير بين أن تفعل أو تفعل أو لا تفعل هذا واجب بل هذا واجب لكن في حال تورط الإنسان بترك الواجب هنا المخرج هو ما ذكره عامة بس عن خطأ أو نسيان عن خطأ أو نسيان أو تعمد أو تعمد نعم عن خطأ أو نسيان أو تعمد يجب عليه شاة لكن الفرق بين الخطأ والنسيان والتعمد أنه في الخطأ والنسيان لا إثم عليه ولكن يجبره بدم إذا ما رجع أما إذا كان عن تعمد فهنا ثمة إثم هنا خطأ ومخالفة وهنا أقول أنه وصف الحج المبرور
هو الحج الذي لا معصية فيه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم. فبالتالي أنبه إخواني إنه نحن كلنا نأمل أن ندرك الحج المبرور. فالذي يأتي مثلا مثل ما ذكر أخونا أم أحمد يعني يأتي ويخالف النظام ويتجاوز الميقات بلا إحرام وستترتب عليه أشياء كثيرة، هو يعني ما أتى بالحج المبرور حقيقة، لأن الحج المبرور لا معصية فيه. نعم. وهنا عصى من حيث ترك الإحرام من الميقات وخالف الأنظمة الإخلال بالترتيبات المطلوبة لأداء النسك وما أشبه ذلك من الأشياء. طبعا هذا لا يعني أن الحج ليس بصحيح، لكن الكلام على نحن نسمو إلى الغاية العليا. نعم. وهي أن يكون حجنا مبرورا، فالحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. فبالتالي ينبغي للحاج أن يجتهد بكل ما أوتي من طاقة أن يحقق هذا الوصف، ومن ذلك أن يأتي بالإحرام من المواقيت. هذا ما يتعلق بمن تجاوز هذه المواقيت. بالنسبة لأهل مكة يحرمون في الحج من داخل مكة، وأما بالنسبة للعمرة فيحرمون من خارجها من الحل. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى الحل، أمرها مع أخيها عبد الرحمن، أمرها أن تحرم من التنعيم. ولذلك الآن يسمى المسجد الذي في التنعيم مسجد عائشة، لأنها رضي الله عنها أحرمت من التنعيم. وأما لماذا اختلفت يا شيخ ما بين الحج والعمرة؟ الحج إحرام من داخل مكة والعمرة إحرام من خارج مكة. من حيث النص الفرق بينهما أنه هنا أمر بأن تخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عائشة في عمرتها من التنعيم إلى تحرم من التنعيم أو من الحل، وأما في الحج فقال حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن الفارق نص، وجود النص. نعم. هل هناك فارق معنوي؟ نعم. الحج أهل مكة يخرجون إلى الحل وهو عرفة صحيح، وثم يأتون الحرم. نعم نعم. وأما في العمرة فإذا أحرم أهل مكة من مكة لم يكونوا قد قصدوا البيت الحرام من خارجه، فبد أن يخرجوا إلى الحل، فيخرج إلى الحل ليحرم. طيب. هذه العلة نتوقف. العلة المعنوية. نتوقف هنا الشيخ، عندنا اتصال أبو أحمد بن السويد. تفضل أبو أحمد. ورحمة الله، كيف حالك شيخ الكريم؟ أهلين، حياك الله. حياك الله وبياك، الله يبارك بك يا أخي. حبيت أسأل أنه هل يجوز لي أن أعمل عدة عمرات في سفرة واحدة أم لا؟ وجزاك الله خير. طيب، جزاك الله خير. طبعا هنخلي أعزائي المشاهدين الإجابات بعد ما ننهي الحديث مع الشيخ، وهو حديث يعني صراحة مهم جدا ويفيد كثير من الحجاج. فأنا راح أجمع الأسئلة وراح أطرحها على الشيخ إن شاء الله تعالى بعد ما يعني حين وقتها إن شاء الله تعالى. بإذن الله. وصلنا يا شيخ إلى أهل مكة وإحرامهم من داخل مكة في العمرة وفي الحج. من داخل مكة في الحج ومن الحل في العمرة. في العمرة، ممتاز. هذا ما يتصل بما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وبه نتصور الآن أنه ينبغي للحاج أن يراعي هذه الحدود، لأن تحقيق هذه الحدود ومراعاتها مما يتحقق به له الحج المبرور. هل يجوز أن يحرم بالميقات من غير بلده؟ وصلنا دكتور خالد إلى مفهوم مواقيت الإحرام وتحدثت عنها كثيرا، كان لك إضافة عن من يأتي بالطائرة. نعم، اللي يأتي بالطائرة بعضهم يقول هل أتهيأ وألبس الإزار والرداء قبل أن أركب الطائرة؟ نعم، ما في مشكلة، لكن التلبية تكون عند الميقات. حتى بعض الذين يعني مدنهم كأهل الطائف مثلا قريب من الميقات له أن يتهيأ في بيته، وثم نعم. إذا جاء الميقات يلبي. طيب، إذا جاء يلبي ولو كان في سيارته ما في مشكل. هناك آداب تتعلق بالتلبية والدخول في النسك، منها التهيؤ بالاغتسال والتطيب. هذا قبل لبس الإحرام. هذا قبل أن يلبي. ممتاز. يعني حتى لو لبس الإحرام التهيؤ التجرد. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأمر بالاغتسال صلى الله عليه وسلم للإحرام، وتطيب قبل أن يحرم كما في حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله أي لأجل الإحلال قبل أن يطوف بالبيت. فالتطيب للإحرام مشروع، ويتطيب في بدنه، ولو أصاب هذا الطيب شيئا من ثياب إحرام ما عنده مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص الطيب يعني بريقه في مفارقه، يعني في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثافة الطيب الذي استعمله صلى الله عليه وسلم في إحرامه. إذا اغتسل ويتطيب. نعم، ويتجرد من المخيط. وما هو المخيط؟ هو كل ما كان مفصلا على البدن من اللباس المعتاد،
ونقول اللباس المعتاد حتى يخرج مثل النظارة مفصلة على على العينين ومثل الساعة، كل هذه ما فيها مشكلة. الخاتم ما في مشكل، حتى لو كان مثلا عنده رباط للركبة أو رباط للقدم أو كان عنده جرح رابطه بربطة أو كانت هناك يعني لصقة نعم. من أي أنواع هذه عيدية، هذه كلها ما فيها، لأنها ليست معتادة، ليس لباسا معتادا. لكن السروال والفنيلة بالنسبة للرجال والغترة والعمائم كل هذا لا يلبسه. طيب بعض الأحريم الشيخ تأتي بمطاط و... الأحريم المهيئة نبغى أيوة نعم طيب مهيئة. الأحريم المهيئة التي فيها تكة لتمسك الإزار من السقوط يعني بدون حزام، هذه لا حرج فيها على الصحيح. كثير من العلماء المعاصرين يرى أنه لا تجوز وأن هذه من مما يمنع منه الإحرام لأنه تشبه اللباس المعتاد، لكن بالنظر إلى الأدلة ما هناك نص واضح وصريح. أول فقهاء من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية ذكروا جواز بعض الصور التي تشبه هذا. نعم. فالنووي رحمه الله ذكر أنه لو ربط تكة في إزاره تمسكه فلا حرج عليه. شيخ الإسلام بن تيمية ذكر أنه لو شق السروال والسروال طبعا له ربقة له ما يمسكه فلا حرج. إذن وجود مثل هذه الأزر التي هيئت بتهيئة معينة لا يخرجه عن كونه إزارا، لأنه الإزار ما هو الإزار في اللغة؟ الإزار في اللغة ما ستر به أسفل البدن. أسفل البدن. نعم. وبالتالي هذا مما يستر به أسفل البدن على صورة الله، ليس سروالا لأن السروال هو ما له أكمام تدخل فيها الرجلان. نعم. وبالتالي كل ما كان على هذه الصورة مما يغطى به أسفل البدن لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. للمرأة، المرأة إحرامها في أن لا تلبس نقابا ولا قفازين فقط. الأصل في ما يمنع منه المحرم ما جاء في الصحيحين بالنسبة للألبسة والطيب وما إلى ذلك، ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم، إيش السؤال؟ ما يلبس المحرم يعني أي شيء يلبسه المحرم. هذا يعني طلب لتحديد نوع اللباس الذي يلبسه المحرم. لما كان ما يلبسه المحرم شيء واسع الجواب جاء معاكسا، بين ما الذي لا يلبسه المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا ما يتعلق بالرجل. أما المرأة فلا تغطي وجهها، قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ما هو النقاب؟ النقاب هو كل ما كان فيه نقب ثقب في غطاء مقابل العين، سواء كان ذلك بفتحة مستطيلة أو كان ذلك شبكة كما هو أو كان ذلك بأي نوع من أنواع. هناك الآن حجاب، يعني نوع من الحجاب يسأل عنه كثير من الأخوات، يستر الوجه كله لكن الطبقة، يعني الطبقة هناك الغطاء يكون أكثر من طبقة، الطبقة التي أمام العين خفيفة لكن ليست مشققة ولا مثقبة، هل هذه نقاب؟ الجواب ليست نقابا. النقاب لابد فيه من فتحة لأنه مأخوذ من النقب وهو الشق، وبالتالي هذا لا يعتبر نقابا، لا بأس به. كما لو كانت مثلا قد سترت وجهها إلا وابدت عينا لها بالستر وليس نعم. بالشق، فهذا لا بأس به إن شاء طيب الله. اسمحنا نأخذ إذا وصلنا يا شيخ إلى محظورات الإحرام وسنتكلم عنها. لا مش محظورات الإحرام، هذه خلنا هذه الآداب المتعلقة بالإحرام، ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان عند الإحرام. نعم. كثير من الناس يسأل عن صلاة ركعتين. نعم في أنا كنت أسألك فيها. هل الركعتان سنة للإحرام؟ قال بعض أهل العلم إن صلاة ركعتين سنة للإحرام، لكن الذي عليه ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لا يخص الإحرام بركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، ولذلك من جاء إلى الميقات وافق صلاة ظهر أو عصر السنة أن يحرم بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أهل بالإحرام لبيك اللهم لبيك. وأما إذا لم يكن وافق صلاة فإن صلى مثلا سنة الوضوء أو سنة الضحى أو سنة من السنن فلا بأس ويحرم بعدها، لكن إذا كان ليس ثمة سنة ما هو وقت صلاة
فهنا ليس للإحرام سنة خاصة على الراجح من قولي العلماء. وبالتالي إذا تهيأ وركب دابته يقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك عمرة ويدخل في النسك ويكون قد أحرم بعد فراغه من التهيؤ. هل الحلق وأخذ الأظافر ونتف الإبط هذا من السنة للإحرام؟ الجواب لا، ليس سنة للإحرام، لكن لأن المحرم يمتنع من أخذ أظافره والشعور بدنه بعد إحرامه، العلماء قالوا ينبغي أن يأخذ هذا قبل حتى لا يحتاج. لا سيما في الزمان السابق لما كان الإحرام يأخذ وقت، يعني الذي يأتي من ذي الحليفة من الذين يقعد له 10 أيام حتى يصل إلى مكة، صحيح. فبالتالي قد يحتاج إلى أخذ أظافره، فذكروا ذلك على وجه الندب إلى الأخذ حتى لا يحتاج إلى بعد الإحرام. لكن لو كان إنسان قد أخذ وقريب عهد بأخذه بهذه الشعور، هل يسن؟ لا، ليس من السنة. طيب